وفي إعدادات نظام الآي iOS 10 تم تغيير أماكن بعض الإعدادات فالآن سيري موجودة على الصفحة الرئيسية وتم تغيير أيقونتها ولو نزلنا إلى الأسفل فبنلاحظ أن إعدادات البريد وجهات الاتصال والتقويم أصبحت منفصلة وليست مجتمعة كما كانت موجودة في الأنظمة السابقة ولو رحنا إلى جهات الاتصال فبنلاحظ تصميم جديد لجهات الاتصال وسمحت أبل للتطبيقات مثل واتس أب وسكايبي إضافة تطبيقاتها إلى تطبيق جهاز الاتصال الرئيسي الحاجة الأخيرة في إعدادات الساعة فالآن أضافوا الفيس جاليري فالآن بإمكانك تغيير أوجه الساعة من التطبيق ولو اخترت أي وجه من أوجه الساعة بإمكانك تغيير لونه أو إضافة الكمبليكيشنز وبعد كذا تضغط على آد وراح ينضاف إلى الساعة